أهلا وسهلا بك عزيزتي المشاهدة متابعة مطبخ كليوباترا. اليوم راح نسوي أكلة الكرات اللحم المحشية بالفطر أو العيش الغراب مع البوتاتس والفطر الصوص اللي نحطه للأكلة. هسه أشوف لك المقادير وطريقة العمل. نحتاج لأكلتنا لهذا اليوم كيلو لحم مثروم، بصلة واحدة مقطعة ناعم، بصلة حجم متوسط صغير يعني أفضل، ملعقة طعام فلفل أسود، نصف كوب طحين، ثوم عدد اثنين، مايونيز أقصد الخردل. راح أضيف الخردل والبصل الفلفل الأسود ملح حسب الرغبة الطحين والثوم أعصره بالمكنة أو إذا تقطعيه بالإيد ما عندك مكنة تستطيعين تقطعيه بالإيد. كرات اللحم محشية بالفطر أو العيش الغراب يسموه، وأعجن هاي المواد كلها مع بعض، أسويها مثل الكفتة. هسه بعد ما انتهيت من عجن اللحم مع البصل والباقي المواد راح أبدي أحشيها بالفطر. إذا كان عندك فطر أو الخمبنيونر علب أو تشتري جاهز أنتي تقطعي وتقلي شوية حسب الموجود عندك. افتح اخذ كرة افتحها بهذا الشكل، اخذ الخمبنيونر او الافطار او عيش الغراب اخليه بوسطها هكذا احشيها للحم بهذه، سوي كرة اغلقها هكذا اكورها كرة، بعدين راح من انتهي منها كلها راح اقليها. سوي وحدة ثانية افطر اخذ. إذا ما متوفر عندك الفطر تقدرين أي خضرة، أي خضرة ثانية تستعملين، مثلا تقدرين تحشيها باللهانة بعد ما تغسليها يعني شوية تطبخيها، أو الاسبيناخ أو البازاليا، بس هو بالفطر أطيب. هكذا كرة هسه أنتهي منها كلها وأقليها. بعد ما انتهيت من تكتيل الكرات مثل ما تشوفيها تقريبا يعني بحجم كرة التنس او اصغر شوية، راح ادي اقلي هذه الكرات. خليت شوية بس قليل زيت بالمقلاة راح ادي اقليها. بعد ما اقليها وانتهي منها راح اسوي صوص لهذه الاكلة واسلق البطاطس. اكلاتي غير اعتيادية ومو تقليدية، هسه
هسه بعد ما انتهيت من قليب كل كرات اللحم مثل ما تشوفيها راح اتركها على جنب، ونفس المقلاة اللي سويت بيها كرات اللحم راح اخلي 200 غرام فطر او عيش الغراب بعد ما قطعته. اذا متوفر عندي عيش الغراب الفطر او عيش الغراب استعملي، اذا ما متوفر لا ما يحتاج. هذه المواد هسه المواد لعمل الصوص. بعدين اضيف الحليب ديسيلتر حليب او 5 سكان حليب. اضيف له ملعقة طعام صايا، صويا اليابانية، اضيف له قليل جدا من الفلفل الابيض، اذا ما متوفر عندي فلفل ابيض خلي فلفل اسود، قليل من الملح تقريبا، لانه بعد ما ضفت الملح والحليب واخلط هذه المواد مع بعض خليها تغلي شوية مع بعض. عندي ملعقتين ونص طعام طحين ونص ستيكان او نص ديسيلتر ماء، راح اخلطهم مع بعض هذا الشكل. احاول اذوب كل الطحين، ما اخليه كتل قبل ما اخليه على المواد الاولانية. بعد ما فارت عندي هذه راح اضيف هذا الطحين اللي خلطته مع الماء فوق هاي الخلطة الاولانية، اخلطهم مع بعض الى ان ما تسخن عندي هذه المرقة، واطفي النار، ما يحتاج بعد نار، لانه حسب الفرن اللي عندك، اذا عندك الفرن غازي تقدرين تخليه على الواحد، بس انا حجر لتبقى الحرارة موجودة بالفرن. كله جانس، راح اخلي كرات اللحم اللي قليتها راح اخليها فوقها واقلبها شوية، اغطيها بهذا الصوص. مثل ما قلت اكلاتي غير تقليدية وغير عادية، لانه احب التغيير والتجديد وادور دائما على ريسبتات جديدة او اغير بالريسبتات، احب التغيير والتجديد لانه الانسان لازم يغير شوية، ما يظل نفس يعني على نفس النمط. هكذا واخليها على نار هادئة الى ان ما تنضج عندي البوتاتس اللي راح اقدمها وياها. فانت حرة اذا تحبين تسوين برغل وتقدميها مع البرغل، تريدين تسوين رز تقدميها مع الرز او البتاتا، انت يعني اختاري المادة الثانية. عزيزتي المشاهدة، هو هذا الشكل الاخير لكرات اللحم المحشية بالفطر او عيش الغراب مع البتاتا وال صوص اللي سويته بالفطر او عيش الغراب.
إن شاء الله تعجبك هذه الأكلة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.